برضه بمناسبة كيروش، وبعيدا عن التصريحات اللي هو أدى بيها في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء، بعيدا عن اللي هو قاله وقال ان هو خلاص بيعلن رحيله، بس عموما قبل ما يقول الجملتين دول كانت الآراء انقسمت بالفعل لنصين، او تقدر تقول ايه، تلتين وتلت. التلت كان مع انه يستمر كارلوس كيروش ويعيد بناء القوام الفريق، وانه خلاص اللي فات ده كله هو المفروض انه خد من خلاله خبرات كافيه، يعرف كويس بقى قدرات كل لاعب ومركزه ايه ووضعه ايه وكلام من ده وبتاع. والتلتين بيقول لك لا، هو الرحيل ولا محاله، وجلب مدرب اجنبي من الصنف الممتاز الفاخر، او مدرب وطني محلي من الصنف يعني زي كابتن حسام حسن والفئه دي من اللعيبه اللي عندهم، او الاسماء اللي عندهم روح مبدئيا كفيله بان هي تخلي اللعيبه ياكلوا النجيل. بص يا كريم، انا عايز اقول حاجه. انت هتجيب هتمشي المدرب، اوكي ماشي، طب هتجيب مين؟ وبرضه عاوز فتره انه يعرف اللعيبه ويعرف الدوري المصري ويعرف الافريقيا، ما انت لازم تجيب مدرب يكون خسرنا فيها بطولتين ثلاثه بالظبط كده، يعني مش هيبقى في وقت، لانك انت خلاص انت هتخلص كاس العالم دوت، هتبتدي في تصفيات افريقيا لامم افريقيا الجايه، فانت ما عندكش وقت. انا من وجهه نظري انا لازم يستمر كيروش، وهو شايف دلوقتي هو اعلن الرحيل. لا هو مش بس بصفه، هو العقد بتاعه بيقول ان هو لو ما وصلنا ما تاهلناش لكاس العالم هو تلقائي بيفسح، لكن فكره ان هو يتم التجديد ليه او من عدمه ده اللي لسه هنعرفه، ده من الاتحاد الكوري، ان هو اعلن الرحيل بصفته ان هو اخر ماتش ليه، ان هو ما وصلش كاس العالم خلاص ده اوكي. انما اتحاد الكوره ليه ممكن يكون ليه راي تاني، ممكن يقول لك احنا يعني نجدد له انه يقعد. انت شايف ايه يا كابتن ايهاب؟ والله بص، انا من وجهه نظري انا شايف ان انا راجل فني، الراجل ده مدرب كويس والله بجد، مدرب كويس، بس هو مشكلته المشكله كلها ان كانت الكورونا ما حتى ما عملش مباريات وديه، ما كانش فيه ولا مباراه وديه. هو دخل على ليبيا، دخل على على البطوله العربيه، على امم افريقيا، على تصفيات كاس العالم، يعني ما كانش فيه. انت عشان تلعب مباريات وتقول المدرب ده كويس لازم تلعب مباريات وديه كتير ويحضر كتير. الراجل انا شايف من وجهه نظري انا ان هو ما لعبش مباريات وديه، ما شافش حد، هو كل اللي شافه من اللعيبه المحترفه واللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري فقط. لا يعني هو مصدوم، هو بريء من اي تهمه ممكن تنسب اليه، ولا هو مشارك في الجريمه، ولا وضعه ايه؟ ما هو كمدرب هو يعني كل المنظومه مشاركه، انما انا شايف ان هو انت عشان تجيب مدرب يعني مثلا يعني عايز تجيب مدرب سوبر هتجيبه منين دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، والدوري شغال والدوريات كلها شغاله، يا اما واحد مش شغال هتجيبه وبرده لازم هياخد فرصه وهياخد وقت، وهتبدا بقى من جديد، هتبدا يعني من جديد تاني. احنا مش عايزين نبدا من جديد تاني، احنا عايزين نبتدي من اخر حاجه احنا وقفنا عندها. فانا شايف ان من وجهه نظري انا الراجل ده مدرب اسلم يا كابتن ايهاب. يعني هل الاسلم في الحاله دي بصفه خاصه؟ وطبعا المنطق العام بيقول ان احنا نبتدي حيث انتهينا بالظبط، واخد بالك ازاي؟ لكن هل ده ممكن يتحقق؟ يعني اني الاظبط، ان احنا نبتدي من حيث انتهينا، ولا ان احنا نبتدي من اول وجديد بس على نظافه؟ ما هنبتدي من اول وجديد، احنا ما عندناش وقت، ما هو مفيش. انت عندك تصفيات افريقيا، امم افريقيا جايه خلاص، يعني انت يعني في الايام الجايه دي. طب مش ده ممكن يخلي الكفه بتاعه المدرب الوطني اللي هو بقى مش محتاج وقت يتعرف على اللعيبه وعارفهم كويس قوي يعني تمام بكل تفاصيلها، تمام، مش ده ممكن يرجح الكفه بس دي؟ بس مين على الساحه ممكن يقدر كمدرب وطني؟ يعني برضو دي برضو نقطه لازم نتعرف عليها، مين الانسب انه يمسك منتخب مصر بعيد عن الاسامي؟ يعني بعيد عن الاسامي، مش يعني ملهاش لازم، بلاش الاسامي، انما احنا دلوقتي في مين على الساحه يقدر يمسك كفه منتخب مصر ويشتغل بيها بعيد عن الاسامي؟ انا يعني بصراحه انا مش شايف حد، يعني مفيش اسم وطني واحد ممكن على الاقل يحقق نفس اللي اتحقق في عهد كيروش. انا اللي شايفه مع كيروش بجد حاجات كتير اتحققت كويسه، يعني حاجات كويسه. انا شايف انه ده مدرب كبير، يعني انت برضه عشان تجيب مدرب لمنتخب مصر لازم يكون اسم كبير، وانا شايف كيروش بصراحه هو عنده اسم تاريخ، طب تاريخ كبير جدا، بس لازم ندي الفرصه للناس، ولازم عشان احنا بس زي ما قلت حضرتك هي مشكلتنا احنا جدا، احنا مش عايزين نبتدي من الاول تاني، هناخد فرصه تاني كتير جدا وهيبقى في مشكله تاني لينا. انا عاوز اقول دلوقتي احنا انتهينا هنا، الراجل موجود، انا من وجهه نظري انا لازم يكمل، انا من وجهه نظري انا. بس اللي احنا شفناه امبارح في التحاليل والناس اللي بتتكلم بيقول لك احنا بقى لازم نشوف لازم الناس تكون متعلمه وناس تدرس وبتاع، طب ما الكلام ده موجود من زمان بس ما كانش بيتحقق. طيب كابتن ايهاب، يعني
هيبان خلال ايام قليله جدا ايه اللي هيحدث من اتحاد الكره يعني، وهنشوف القرار، واعتقد هيكون قرار مدروس، نتمنى أكيد. يكون قرار أكيد. مدروس.